أحلام. أنا اسمي كورتني، أنا بتكلم مع أحلام. مرحبا. مرحبا كورتني. ماذا اسمك الكامل؟ أنا اسمي الكامل أحمد صبحي عبد المجيد رمضان. نعم. أنا أدرس في جامعة كوينز هندسة التعدين. كيف تحب تدرس؟ أنا أحب أدرس في المكتبة ستوفر، وأحب أدرس في البيت مع بستي زوندا. نعم. أنت تعمل في كاسا؟ نعم، أنا في كاسا. ماذا كاسا؟ كاسا the Queen's Arab Student Association، وكاسا تعمل أنشاط كل سنة لطلاب الجامعة كوينز، للطلاب العرب يتعرفوا على بعضهم، وطلاب الغير عرب يتعرفوا عن عادات وتقاليد العرب. هل كاسا في فيسبوك؟ نعم، كاسا في فيسبوك، وأحب أن كل حدا في Arab 100 أن يشتركوا في فيسبوك كاسا. لماذا أنت في جامعة كوينز؟ أنا في جامعة كوينز لأنها جامعة معروفة وجميلة، وتتعلم هندسة التعدين بطريقة كويسة. نعم. ماذا تحب تفعل بعد التخرج من الجامعة؟ أنا أحب أن أشتغل في هندسة التعدين، و أشتغل في بلاد بعيدة من كندا، مثلا روسيا أو الأردن وأستراليا. ما هذا؟ هذا أرجيلة. تحبي الأرجيلة؟ ممكن؟ تفضلي. ماذا اسمك؟ اسمي فادي غبرس. ماذا تدرس في كوينز؟ انا اذكر الهندسة في كوينز في فرع الميكانيكا. ماذا تحب تفعل بعد التخرج؟ لا اعرف، ولكن اتمنى ان اعمل في تورونتو. من اي بلد عائلتك؟ عائلتي من مصر. كم الناس في عائلتك؟ عائلتي 5 افراد. شكرا. مرحبا. ما اسمك؟ اسمي رامي. من اي بلد انت؟ انا من مصر. لماذا تسكن في كينغستون؟ انا طالب في جامعة كوينز أو التجارة. تحب تدرس في كوينز؟ نعم، أحب كوينز لأنها جامعة مشهورة، ولأنها في كينغستون فهي قريبة من بيتي. ما هواياتك؟ أحب أن ألعب الكرة، كرة قدم، وأيضا أذهب إلى الأرك ألعب سكواش. لي جدا أحب السكواش. هيا نلعب مع بعض. يلا شكرا، وداعا.